إن الدين عند الله الإسلام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع قراءة القرآن، فكيف تفعل في صلاتها؟ ما تستطيع تقرأ ولا الفاتحة، تصلي، ما تترك الصلاة، تصلي. وإذا كانت لا تحسن شيئا من القرآن، إن كانت تحسن الفاتحة فهي تكفي، إن كانت لا تحسن الفاتحة ولكن عندها قرآن غير الفاتحة تقرأ من غير الفاتحة، تقرأ اللي تعرف، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، تقرأ ما تيسر منه. وإن كانت لا تحسن الفاتحة ولا شيئا من القرآن فإنها تسبح وتهلل وتكبر ثم تركع، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، نعم.